لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. دعا الله عز وجل القرآن حياة للقلوب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وجعل سبحانه وتعالى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هداية إلى الصراط المستقيم، لأنها بيان للقرآن وتفصيل لمجمله وتخصيص لعامه وتقييد لمجمله، فهي في جملتها بيان للناس لما نزل إليهم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن ذلك الذكر السنة، فملازمة الكتاب وملازمة السنة سبب للنجاة والهداية، والبعد عنهما وهجرانهما سبب للهلاك والعياذ بالله. وأهل الإيمان صحبتهم عون على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته، والبعد عنهم سبب للاختلاط بأهل الفساد والشر والكفر والظلم والفسوق والعصيان والنفاق، مما يؤدي إلى تسرب أخلاق الفساد إلى الإنسان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية الرجل المؤمن العالم لقاتل المئة نفس، قال عندما سأله هل له من توبة فقال: نعم، ومن يقول بينه وبين التوبة: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فأعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فإن أصحاب السوء الذين تركوا يقتلوا 100 نفس ولم ينكروا عليه ولم يأخذوا على يديه ولم يأتوا له بعقوبة ما حتى تفاقم الشر، لهم أهل سوء يعينون على الفساد. وهذه المعاني ضرورية للغاية في صلاح الإنسان، في صلاح قلبه وجوارحه. وحذر الله عز وجل من أهل السوء وهجران القرآن في مقام واحد مع التحذير من سبيل المجرمين. فقال الله عز وجل: قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. سبيل المجرمين نشر السوء في المجتمعات المسلمة حتى يكون أصحاب السوء يعينون على السوء ويقلد بعضهم بعضا، وهذا أكثر ما يكون في سن الشباب حين يكون الجهل وقلة العلم والطيش منتشرة إلا من رحم الله عز وجل. ولذلك يضل كثير من الناس بعضهم بعضا. وأما في زماننا فقد صارت صحبة السوء تنتقل عبر الأوطان وعبر القارات من خلال وسائل التواصل التي أكثرها ينشر الفساد وأكثرها ينشر الإباحية ويمنع العفاف ويضل إلى
مذاهب الكفر والعياذ بالله من الإلحاد والعلمانية والليبرالية والنصرانية وأنواع الضلال المختلفة، حتى الديانات الأرضية السخيفة التي لا تستند إلى وحي ولا إلى عقل، خصوصا ديانات الشرق من البوذية وطقوسها مما يزعمون الطاقة المختزنة في الجسم وينشرون ألعاب اليوغا وغيرها مما يخدعون به الناس ويضلونهم، أيضا لها وسائلها، والإعجاب بهؤلاء هو الخطر الأول. ووسائل التواصل من أسوأ صحبة السوء، وخصوصا إذا كانت بين الجنسين في حوارات متتابعة تتبعها مشاعر تفاض بالكذب والزور، وهذه المشاعر التي يريد الأعداء أن ينشروا أنها أسمى القيم باسم الحب، وما هو بحب وإنما هو الشهوة المحرمة، ثم يتبع ذلك الصور، ثم يتبع ذلك اللقاءات، وبعد ذلك تقع الفواحش وتخرب البيوت، فهي أسوأ صحبة على الإطلاق، نعوذ بالله من ذلك، بعد صحبة الكفار والمنافقين، بل وأكثر المواقع الإباحية هي من صنع هؤلاء الكفار والعياذ بالله، وفسقة من ينتسب إلى الإسلام وربما استحل ذلك فكفر، نعوذ بالله من الكفر. والعفاف أصبح عملة نادرة إلا من رحمه الله عز وجل به، والعفاف سبب الغنى، الغنى بالله سبحانه وتعالى وبما يرزق الله به عبده بما يكفيه ويغنيه عما سواه. وأما كثرة المال مع كثرة اتباع الشهوات فهو فقر في حقيقة الأمر، مما يسمى بالدول الغنية والمجتمعات الغنية، لكنها لا تلد سعادتها، فهي تبحث عنها في الشهوات المحرمة، واستغنوا بها عن العفاف، وفي الحقيقة افتقروا أشد الفقر، ولا تزال نفوسهم المريضة تحضهم على تجديد وتغيير، فاخترعوا الشذوذ ويحاولون نشره في بلاد المسلمين، ويحاولون تقرير إباحته على الناس ومشروعيته، وأنه رغبات لا بأس بها، وأن هؤلاء الشواذ الذين يفعلون فعل قوم لوط لهم حقوق لا بد من رعايتها. فإن ذلك كله إذا نشر خصوصا في الأطفال والشباب المراهق ومن بعدهم، فإن ذلك من أعظم ما يدمر المجتمعات. ولا شك أن الغفلة عن هذه المخططات مع قلة الارتباط بالقرآن، حتى تحذف الآيات من مقررات التعليم والناس في غفلة، وربما كان الناس بالفعل المسؤولون في غفلة ولا يدرون شيئا حتى ينبههم غيرهم، ونسأل الله العافية. والسكوت في ذلك مشاركة في الفساد، فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صحبة السوء لا بد أن تتجنب، وانتقاء الأصدقاء في وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة لكل رجل وامرأة وشاب وفتاة، وإلا فهذه الوسائل من أعظم ما ينشر الفساد، فضلا عن تضييع العمر. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم، فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم، فقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فاحذروا من نسيان ذكر الله عز وجل، لأن تضيع الساعات الطويلة في وسائل التواصل في مقاطع وشتات وغير ومحادثات
مما لا فائدة فيه، فانتفعوا بما يمكن الانتفاع به لتحصلوا على صحبة صالحة تعينكم على طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك مجانا، وإما أن تبتاع منه تنفع وتنتفع يعني، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير الذي ينفخ فيه الفرن والحديد والشظايا تتطاير، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فاحذروا صحبة أهل السوء عباد الله في أرض الواقع، وما أكثر هذه الصحبات على المقاهي التي تملأ السهل والوادي، والناس يصحبون بعضهم بعضا فيها على أنواع من المحرمات كالسجائر، وهذه أهوانها عند الناس، والشيشة، والنظر إلى شاشات التلفزيون المتضمنة لأنواع الرقص والغناء، ولعب الطاولة والشطرنج والدومن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صرع يده في لحم خنزير ودمه، نعوذ بالله. وقال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وكل أنواع الألعاب التي تعتمد على الزهر وما شابهه فإنه نرد، فإنه لا فرق بين أن تكون مكعبة وبين أن تكون مستطيلة كالدمم، أو أن تكون على أوراق بدلا من واحد إلى ستة واحد إلى عشرة. لا يشك عالم أن هذا مما لا تلتفت الشريعة إلى اعتباره، بل يقينا هي من نوع واحد، فضلا عن أنها أساس القمار الذي يغرى به الناس تدريجيا. فهذه المقاهي التي تنتشر في كل مكان فيها هذا الكم الهائل من المنكرات، فضلا عن الملهيات، لو قلنا بأنها مكروهة دون أن تكون محرمة، مثل متابعة مباريات الكرة، فإن ذلك من أعظم الملهيات في العالم، والغالب عليها أنها تتضمن محرمات مثل اختلاط الرجال والنساء، ووضع صور الفتيات الكاشفات شعورهن وأجسادهن على شاشات التلفزيون، والصياح ورفع الأصوات عند حصول هدف أو عند فوات هدف، والعصبية الجاهلية التي انتقلت من مجرد تشجيع الأندية في البلاد العربية إلى متابعة الدوري في البلاد الأجنبية، وكل ذلك في الحقيقة من صحبة السوء. والإعجاب بهؤلاء وحبهم ينافي ما أمرنا به من الحب في الله والبغض في الله أو ثقور الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا يجر أحيانا إلى من شدة التعلق إلى أن يقول: وما يضر اختلاف الدين، وهذا الدين أمر شخصي ولا ينبغي أن نتباغض عليه، مع الدعوات الخبيثة الماكرة التي تدمر عقيدة الولاء والبراء بمساواة الأديان، بالدعوة إلى مساواة الأديان، والقول بأن الجنة ليست حكرا على المسلمين، وأن من يدخلون النفع على الناس والسرور عليهم لابد أن يدخل الجنة، كذب على الله. يفترون على الله الكذب ويقولون على الله ما لا يعلمون. فإذا تعلق الإنسان بهؤلاء وكذلك بالفنانين والفنانات، الكافرين والكافرات والفاسقين والفاسقات، ضاع عمره على صحبة السوء وضاعت حياته في الفساد والعياذ بالله. فلا بد من مقاومة ذلك والتحذير منه ودعوة الناس إلى مفارقة هذه المجالس، كما أنها تتضمن في الأغلب تضييع الجماعة الواجبة على الرجال في
حين ينادى بها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن يصلى في المسجد الذي يؤذن فيه، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنه وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، فكيف بمن يترك الصلاة بالكلية أو يأتي آخر النهار فيصلي الصلوات كلها؟ وللعلم الناس يحتاجون إلى مذكر، وقلوبهم في جوع شديد وعطش شديد إلى طاعة الله عز وجل. وانظروا كيف امتلأت المساجد في رمضان، وأحب الناس العبادة وتسابقوا إليها، حتى لربما علامات النقص في الالتزام لا تزال بادية عليهم، فتجد الشاب الذي يضفر رأسه كالنساء ويلبس السلاسل والإنسيال وغير ذلك تجده محافظا على الصلاة والصيام، وتجد فتاة متبرجة إذا خرجت من المسجد تأتي إلى المسجد وهي في حجابها، وتسأل الكثيرات من المتبرجات فتقول: إني صائمة الأيام الست، وتقول: إني حافظت على صلاة التراويح. فنسألها: وهل كنت تغطين شعرك حينئذ؟ فتقول: نعم طبعا. وكيف إذا تركت ربك في الصلاة فعلت ما نهاك عنه من التبرج؟ إن هذا الأمر يحتاج إلى دعوة. إن مخططات الأعداء في إبعاد الناس عن الصحبة الصالحة والتحذير منهم والتخويف منهم واعتبارهم إرهابيين ومتطرفين لمجرد أنهم أظهروا شعار السنة وأظهروا أنواع الالتزام، فالتطرف عند القوم المجرمين أن يحافظ المسلم على الصلوات الخمس، وإلا فالمعتدل عندهم هو الذي لا يصلي أو يصلي أحيانا ويترك أحيانا، والمتطرف عندهم هو الذي يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، وأما المعتدل فهو الذي يحضر الجمعة فقط وربما لا يحضرها. اللهم إليك المشتكى. عباد الله، احذروا صحبة السوء وداوموا على صحبة أهل الخير، ولن تجدوهم في مكان أفضل من المساجد ودروس العلم، ولا تكتفوا بمشاهدتها على وسائل التواصل مع أنه خير إلا إذا عجزتم عن الحضور المباشر، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في سؤاله الملائكة عن القوم الذين أتوا من عندهم في الأرض يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه ويهللونه ويسألونه الجنة ويعوذون به من النار، فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لكم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم، إنما جلس لحاجة. فيقول الله عز وجل وله: غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسوا. فاحضروا مجالس الذكر ومجالس العلم التي يتعلم فيها العلم النافع، ومن عجز فليتابعها على وسائل التواصل، فإن ذلك خير من تضييع الأعمار فيما لا نفع فيه. وإن من لوازم صحبة الخير ملازمة القرآن، ومن لوازم صحبة الشر هجران القرآن، وهجران القرآن الذي قال الله عز وجل وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يشمل أولا هجران الإيمان به وتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهجران تعلمه، وهجران معرفة ما فيه من أنواع العلوم التي يحتاجها الإنسان في تصحيح إيمانه وعقيدته، وتصحيح إسلامه وعبادته،
ومعاملاته وتصحيح أخلاقه وتصحيح أحوال قلبه وشفاء أمراض قلوبها، كما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله ورحمته الإسلام والقرآن والإيمان واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك فهو مما يجمعون. نسأل الله أن ينعم علينا بفضله ورحمته. ملازمة القرآن أدناها ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص حين قال له: اقرأ القرآن في كل شهر. هذا هو الحد الذي ينبغي أن تبدأ به، وإن كان ذلك ليس واجبا وإنما الواجب الإيمان به وتعلم ما فيه، فإن العلم الواجب في القرآن كثير، وهجران قراءته يترتب عليه هجران تعلم ما فيه من العقيدة والعمل من أنواع الشرائع العظيمة التي أتى الله بها، وهي التي تمنع الضلال وتمنع اتباع سبيل المجرمين. فالمجرمون اعتمادهم على أن ينسى الناس القرآن وأن يهجروا القرآن. ولذا قال عز وجل بعد قوله: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. مخططاتهم بإذن الله لا فشل، لأن الله هو الهادي، وما يريدون به من هزيمة الإسلام وأهله إلى بوار، لأن الله هو النصير. فنعم المولى ونعم النصير. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اجتبانا الله بهذا القرآن، وهو سبحانه الذي سمانا فيه المسلمين، ولذلك لا يصح أن نهجر القرآن. ومن أراد الزيادة على أن يختم القرآن في الصلاة كل شهر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما قال له: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: اقرأه في كل 20. قال: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: اقرأه في كل 10. قال: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: اقرأه في كل 7. قال: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك. وأكثر الصحابة يواظبون على قراءة القرآن في الصلاة في قيام الليل كل أسبوع، كل أسبوع يختمون ختمة، كما يفعله أكثر أهل الأرض حرصا على القرآن في العشر الأواخر. وليس هناك زيادة في الخير على ذلك. ومع هذا فعادة الصحابة أنهم يحزمون القرآن على 7 أيام: يوم 3 سور، ويوما 5، ويوما 7، ويوما 9، ويوما 11 سورة، ويوما 13 سورة، يصلون إلى سورة قاف، فاليوم 7 للمفصل من قاف إلى آخر المصحف. فانظروا كيف نحن من كتاب الله، ولا تضيعوا، فنحن قادرون بإذن الله على الخير، ولكن نلازم قراءته وتدبره وتعلم تفسيره وتعلم أحكامه، فإنه سبب النصر على الأعداء بإذن الله تعالى، وهو خير صاحب وخير رفيق وخير شفيع يوم القيامة. فاحذروا عباد الله من هجر القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن والمسلمين في هذا، واستغفر الله لنا.